بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الاستحسان للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وقلنا أن هذه رسالة ألفها المصنف أو ألفها ابن تيمية لتحرير مسألة القياس، لما تحرير مسألة الاستحسان وبيان وجه الصواب فيها. وكنا قد شرعنا في اليومين الماضيين في قراءة هذا الكتاب، وذكرنا بالأمس أو قرأنا بالأمس الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي التي جاءت بنصوص على لسانه رحمه الله تعالى في الأخذ بالاستحسان. فأورد القاضي أبو يعلى عدة مواضع أو عدة نصوص عن الإمام أحمد في قوله بالاستحسان، ونبهنا على أن هذا اللفظ، أي لفظة الاستحسان التي جاءت على لسان الإمام أحمد، وردت في سياق الاستدلال، وردت في سياق الاستدلال بالأحكام، مما دل على أن هذا الاستحسان أو هذه اللفظة أراد بها مصطلحا خاصا عند الإمام أحمد، أو أراد بها المصطلح المعروف الأصولي عند الأصوليين. ثم وقفنا أو وقف الشيخ أو وقفنا عند ما نقل الشيخ ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى بعد أن أورد هذه النصوص على أن للإمام أحمد روايتين، في مسألة الاستحسان. الأولى التي بدأنا أو شرعنا في قراءتها، وهي رد الاستحسان، والثانية هي الأخذ بالاستحسان. ثم نبه الشيخ تقي الدين إلى أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى قد مال أو قد رجح من هاتين الروايتين أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان، ثم نبه على تنبيه أرجو أن تكونوا منه على ذكر، على تنبيه، وهو أن القاضي أبا يعلى فسر الاستحسان على وفق تفسير الحنفية، وهو والاستحسان أي تقديم النص أو تقديم الأثر على القياس، أو كما قال هو الترجيح بين أولى القياسين، أولى القياسين. ثم قال القاضي أو فيما ذكرناه، والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة والسنة أخرى والإجماع ثالثة، والاستدلال بترجح شبه بعض الأصول على بعض، بمعنى إذا قدم الكتاب على القياس هذا هو الاستحسان، إذا قدمت السنة هذا هو الاستحسان. وهذا الذي فسر به القاضي أبو يعلى ما ورد عن الإمام أحمد، أو هذا توجيهه، وسينازعه الشيخ تقي الدين في هذا التوجيه، وأن الإمام أحمد له توجيه آخر على خلاف ما أراد. لعل الشيخ يقرأ، يعني قبل أن نقرأ، يعني هذه خاطرة يعني وردت، ولعلكم توافقوني أو تخالفوني. الكتاب، عادة الشيخ تقي الدين أن لا يسمي كتبه، ما يسمي الكتب، لكن من يطبع أو يحقق كتبه يأخذ العنوان من خلال كلامه أو ما يبدأ به كلامه. المسألة هذه ليست في الاستحسان فقط، بل يوازيها في تحرير المسألة هي تخصيص العلة، ليس كذلك؟ لذلك بدأ الشيخ قال هذه قاعدة في الاستحسان وتخصيص العلة. في الاستحسان هما قاعدتان، لكن الشيخ خرجها على تخصيص العلة. وبالإمكان أن يقال أيضا تخريج تخصيص العلة يمكن أن يخرج منها الاستحسان. فلذا كان الأصوب أو الصواب
أن يسمى هذا الكتاب بالقاعدة الاستحسان وتخصيص العلة، أن يوضع في العنوان. فهذا هو مراد الشيخ أولا، هذا كلامه، هذا نصه رحمه الله تعالى في أول الكتاب. ثم ثانيا أن الكتاب أو هذه الرسالة في جملتها كله في تحرير هذين الأصلين، أي الاستحسان وتخصيص العلة وبيان وجه الشبه بينهما. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركاً حيثما كان وانفع به، واغفر للسامعين والحاضرين، واجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية عليه رحمات رب البرية: كما قلنا بالاستحسان لأجل الكتاب في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية، على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما. بارك الله فيك. نقف عليها مسألة مسألة. يقول قائل: أما كفت المسائل السابقة التي نقلت عن الإمام أحمد؟ وهذا الكلام الوارد، تفضل شيخ. نعم، الناقل هو الشيخ بن تيمية، لكن الكلام ما زال موصولاً للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، الكلام ما زال موصولاً للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. لذلك في هذا المقام كأن القاضي أبا يعلى أراد أن يبين كما وردت نصوص عن الإمام أحمد في الاستحسان أو الأخذ بالاستحسان، كذلك أورد مسائل مخرجة على أصوله، بمعنى خرجها الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد على هذا الأصل وهو الاستحسان. الخمس مسائل الماضية نصوص عن الإمام أحمد على لسانه، ثم قال: كما قلنا، أي نحن أصحابه، بمعنى خرجنا هذه المسائل أو أخذنا بالاستحسان. ثم ذكر هذه المسائل الفقهية أيضاً المخرجة على الاستحسان، قال: كما قلنا بالاستحسان لأجل الكتاب في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، أي من المسلمين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن الشهود في الوصية في السفر لابد وأن يكونوا من أهل الإسلام، لابد وأن يكونوا مسلمين. فقياس الأصول في هذا الموضع أنه لا يختلف لا السفر ولا الحضر، بمعنى لابد أن يكونوا مسلمين. لكن ها، وهذه أيضا ذكروا أنها من مفردات المذهب، أن ونصرها ابن تيمية وغيره، أن المؤمن أو المسلم إذا كان على سفر ثم أوشك أن يموت أصيب أو نحوه، ثم أراد أن يوصي ولم يجد من المسلمين، جاز له أن يشهد اثنين من أهل الكتاب، أن يشهد اثنين من أهل الكتاب. فقالوا: هذا استحسان، وإلا القياس ما يجوز لا في السفر ولا في الحضر، لا في السفر ولا في الحضر. فإذا قدموا، وهذا التقديم يقول قائل: طيب، ما الذي حملهم على تقديمه على القياس؟ نقول: وردت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن المسلم إذا أدركه الموت وهو على سفر وأراد أن يوصي، فإن لم يجد مسلمين أو مسلمين، جاز له أن يشهد اثنين من أهل الكتاب من غير هذه الملة. فقالوا: هذا استحسان، فإن القياس لا يجوز لا في السفر ولا في الحضر. لكنه استثني أو قدم على هذا القياس ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الترخص أو في إجازة إشهاد أهل الكتاب
في هذا الموضع. نعم. قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسنة في من غصب أرضاً وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقته. وقد كان القياس أن يكون الزرع لزارعه. طبعاً وهذه مسألة نص عليها الإمام أحمد، وما عرفت يعني وجه تكرارها من الشيخ. قال الكلام ما زال موصولاً للقاضي أبي يعلى، هذا الكلام ما زال للقاضي أبي يعلى. قال، والشيخ يميز كلام القاضي أبي يعلى حين يقول قال ويكرر قال، ما عنده مقواس يعني، وإلى العادة علامة التنصيص نعرف أنه خلاص انتهى كلامه، لكن الشيخ حتى يميز يعني كلام القاضي أبي يعلى عن كلامه يكرر قال بمعنى هو نقله. أيضا في مسألة من غصب أرضا وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وذكرنا أمس قلنا أن هذا هو القياس، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقته. وإلا البذر يعني حين بذرها هو مال الغاصب، فالقياس يقتضي أن يكون ثمرته وما ينمو من الزرع لصاحب البذر وهو الغاصب. لكن ترك هذا القياس لهذا الحديث، ترك القياس فقدم الحديث أو قدم النص على القياس، وعد هذا من قبيل الاستحسان. وربما خطر لي الآن يعني أحيانا المسائل الفقهية قد تكون نصوصا وأيضا يخرجها الأصحاب، فقد تكون تخريجا ونصا في آن واحد، مما يزيد المسألة قوة، بمعنى أن الأصحاب أحيانا ربما ينص الإمام على مسألة ثم يخالف الأصحاب فيخرجون مسألة على خلاف النص، وهذا معروف يعرفه، حتى هذه من الإشكالات التي يعرفها الفقهاء، ويقولون إذا كان نص الإمام أحمد بكذا أو نص الشافعي بكذا لكن المذهب على خلافه، فيقال المذهب على خلافه لأن الأصحاب أو أصحاب الوجوه خرجوا على قواعد المذهب هذه المسألة. فربما أراد الشيخ بتكرارها بمعنى أنها نص عن الإمام أحمد، وكذلك هو من تخريج الأصحاب، بمعنى أن تخريج الأصحاب لم يخالف نص الإمام أحمد في هذا الموضع. وبينا القياس يقتضي أن الزرع لمن بذره وهو الغاصب، غصبه وبذره جهتان منفكتان، يعاقب على غصبه للأرض، لكن طالما أنه بذر فالقياس يقتضي أن ما ينبت من هذا البذر فهو له. لكن ترك هذا القياس لهذا الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه العلامة شيخ الألباني، قال: من زرع قال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقته، أي لهذا الغاصب له أجرة المثل. نشوف كم لو جبنا مزارع وزرعها لنا كم نعطي؟ 50 ريال، 100 ريال، 200 ريال، يعطى أجرة المثل. نعم. قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وكان القياس أن لا يجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع. بارك الله فيك. طيب هذه أيضا مسألة ثالثة، ما زال الكلام للقاضي أبي يعلى، ما زالت هذه النصوص أراد أن يبين فيها تخريج الأصحاب على هذا الأصل وهو أصل الاستحسان. قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع، أي بمعنى أننا قدمنا الإجماع على القياس في هذا الموضع، وعد هذا تخريجا على قاعدة الاستحسان، وهو جواز السلم. السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن،
تقول لي ترى سأبيعك سيارة، وأغلبنا يعرف أبيعك هذه عندي سيارة ستأتي من اليابان ميزتها كذا وكذا 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 وقيمتها 20,000 أو 30,000 أعطيك 20,000 سلمتك الثمن، أما المثمن في السيارة تأتي بعد شهر شهرين أو نحو، هذا يسمى بيع السلمي. من المعلوم أن حديثة الحديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير إلى آخر الحديث إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. لكن هذا الحديث علته ليست منصوصة، بمعنى أن علته مستنبطة، استنبط أهل العلم، فمنهم من قال العلة في الذهب والفضة، أو قال العلة هي الطعم في الأشياء الستة أنها مطعومات، ومنهم من قال أنها مكيلات، ومنهم من قال أنها موزونات. لكن الشاهد هنا أنهم ذكروا أو جمهور أهل العلم قالوا أن العلة في النقدين في الذهب والفضة كونها موزونات من الموزونات. طيب إذا كانت موزونات وقعنا في إشكال، وهو كيف يباع السلم إذا كان هذا موزون، كيف يباع السلم بشيء موزون حديد مثلا؟ بالإجماع يجوز. فقالوا كأنها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد إذا كان من نفس الجنس أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا كان الموزون يدا بيد ومثلا بمثل ما يؤخر، لكن السلم ها هنا فيه تأخير. قالوا لكن ها هنا استثني بالإجماع، لأنه بالإجماع يجوز السلم في الموزونات فاستثني من هذا الربا. لذلك نازعهم الشيخ تقي الدين في هذا الموضع في كتبه، قال من قال أن العلة هي كونها موزونة، بل العلة هي الثمنية، وبذلك تخلص من هذا الإشكال، ولا نقول ها هنا ربا مستثنى أو نحوه، فيقال ها هنا نقول العلة. قال العلة هو وغيره قالوا العلة، العلة في تحريم النقدين أنه من المثمنات وليس من الموزونات، وبذلك نخرج عن دائرة هذا الإشكال. لكن في كل الأحوال قالوا ها هنا بيع الموزون بالموزون سلما هذا من الربا، لكنه استثني للإجماع بإجماع أهل العلم أنه يجوز السلم، بيع السلم. فلذلك أيضا قالوا هذا، أو قال الشيخ في هذا الموضع، هذا موضع تقديم الإجماع، حجية الإجماع على القياس، وهذا أيضا من قبيل الاستحسان. نعم. قال شيخ الإسلام: قلت ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه بالنص والإجماع، والقياس عند من يجعل النفقة على كل وارث بفرض أو تعصيب، أو على كل ذي رحم محرم، أو على عمودي النسب مطلقا، أن يكون على الأبوين. جزاك الله خير. إذن ميز كلامه، قال ثم قال قلت، أي هذا تتمة من كلام الشيخ، كأنه أراد أن يزيد المسائل، وإن كانت المسائل الآتية ليست في المذهب لكنها مطلقة، بمعنى أن من أهل العلم من قال بها، من قال بها. قلت ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. وذكر فضيلة المحقق ها هنا يعني الآية لينفق ذو سعة، ولعل الأصوب هو قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا الأصوب أو الصواب، أن النص على وجوب نفقة الصغير على أبيه هي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا بالنص وبالإجماع، أن نفقة الصغير ونفقة مرضعه إذا كان ثمة من يرضعه فهي على الأبي. قال: والقياس
عند بعض أهل العلم من يجعل النفقة على كل وارث بفرض أو تعصيب أو على كل ذي رحم محرم أو على عامودي النسب مطلقا أن يكون على الأبوين، لأن من أهل العلم بعض أهل العلم يقولون النفقة ليست على الأب فقط، لأن الله تعالى يقول في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، مثل هذه النفقة. قالوا وعلى الوارث أي ما سبق، فكل من أدلى لهذا الصغير بنسب بمعنى يرثه، سواء كان كما ذكر الشيخ هاهنا وارث بفرض أو بتعصيب أو ذي أو كل ذي رحم، فإنه تجب عليه النفقة. ففي هذا الباب، فهذه الحالة قالوا على الأم الثلث وعلى الوالد الثلثين في نفقة الصغير قياسا. قالوا لكننا تركنا هذا القياس للنص والإجماع، تركنا هذا القياس، كون هذا القياس صحيح أم غير صحيح ناقشه الشيخ، قال هذا قياس لا يصح، لكن الشيخ أورده في هذا الموضع حتى يزيد المسألة تمثيلا. ما نقله القاضي أبو يعلى عن المذهب أراد الشيخ في هذا المقام أيضا أن ينقل عن غير أرباب المذهب، مذهب الإمام أحمد من أهل العلم، ممن أيضا ترك القياس لهذه النصوص وعدها من قبيل الاستحسان، منها هذا الموضع. قالوا القياس يقتضي أن النفقة على الصغير وعلى مرضعته تكون على عامودي النسب، لأن الله تعالى يقول على الوارث مثل ذلك، فهذا يسمى من قياس الأصول. لكننا تركنا هذا القياس للنص وعلى المولود له رزقهن، مولود له هو الوالد، هو الوالد، وبالإجماع أيضا أن النفقة تكون على الأب، فلذلك تركنا هذا القياس لهذا تركنا هذا القياس لهذا النص ولهذا الإجماع، وأيضا عدوا ذلك من قبيل الاستحسان. نعم. وكذلك يقولون جواز إجارة الضئر ثابت بالنص والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون بجواز الإجارة، بل وجواز القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس للإجماع. صحيح. وتوسع الشيخ قال يعني وأوردها بصيغة التمريض، يعني بل قالوا كذا، يعني كأن هذا من المبالغات التي أوردوها، وإن كان الشيخ قد أطال النفس في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى في رد هذا، هو وغيره رد هذا، كون هذه المسائل الآتية هي من قبيل أو هي مخالفة للقياس. وكذلك يقولون جواز إجارة الضئر، وهي المرضع التي تستأجر حتى ترضع الولد تسمى ضئرا، قالوا جواز إجارة الضئر ثابت بالنص والإجماع على خلاف القياس. قالوا أن الضئر يعني لها لبن، واللبن ما يؤجر، ما نسميه يعني اللبن لا يؤجر، لبنها لا يؤجر، فلذلك قالوا جواز إجارة الضئر ثابت بالنص والإجماع على خلاف القياس، لأنها ليست في الحقيقة ليست مؤجرة، يعني أنت لو تأملت هي تبيع لبنها ولا تؤجره، لكن قالوا هذا على خلاف القياس للإجماع بالنص والإجماع أنه يجوز، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وإلا القياس أن هذا ليس بإجارة، أن هذا ليس بإجارة، لأن اللبن الذي تحمله لا يؤجر، بل كأن الشيخ يسوقها في سياق المبالغ أنهم بالغوا، وقد يقولون بجواز الإجارة، الإجارة العادي، أؤجرك مسكني، أؤجرك سيارتي، أؤجرك، قالوا الإجارة ترى على خلاف القياس، لكننا أجزناها للنصوص والإجماع. كيف تكون على خلاف القياس؟ قالوا لأن المنفعة، لأن أنتم تعرفون الإجارة بأنها بيع المنفعة،
المنافع ما تباع، المنافع ليست ملموسة ومحسوسة حتى تباع. قالوا على خلاف القياس، لكننا أجزنا الإجارة، أجزنا الإجارة وقدمناها، وإلا الإجارة هي على خلاف القياس، لكننا قدمنا النصوص والإجماع لهذا الاعتبار. قال بل زيادة، وجواز القرض، القرض الحسن بمعنى أسلفك مالا على أن تعيده. بعضهم يقولون ترى هذا ربا، كيف ربا؟ يقول ابن القيم شبهة كونه مخالفا للقياس أنه، وهي شبهة لا شك، أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض. طبعا المغالطة هنا في البيع، بيع ربوي، وإن الإجارة ليست بيع، عفوا القرض ليس بيعا، لكنهم نظروا قال أنت تعطيه 5000 ريال، تسلفه تقرضه 5000 ريال، ثم كأنك بعته إياها، ثم بعد شهر شهرين يعيدها لك، فهذا بيع ربوي من جنسه، لأن المال هذا يعني إذا كان من جنسه نساء مؤخرا أو مؤجلا هو من قبيل الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن إذا كان من جنس واحد ما يجوز. قالوا لكن القرض هو ربا، قياسه على أن يكون ربا، لكننا أجزناه وقدمنا النص والإجماع على جوازه من قبيل الاستحسان. والرد أيضا على كون القرض هو من قبيل البيع رد عليه طائفة من أهل العلم، وكذلك رد عليه الشيخ ابن عثيمين في 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 كتابه الشرح الممتع، ردا جاء على أحسن ما يكون، والشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له كلام في هذا. لكن في كل الأحوال يعني تسمية القرض بأنها بيع هي موضع الشبهة، فتنبه بارك الله فيه. لكن في كل الأحوال هم قالوا هذا من قبيل القياس، احنا القياس لا يجوز القرض لأنه بيع ربوي بجنسه، لكننا قدمنا النص وهو جواز القرض، وهذا سموه استحسانا. والقراض كذلك، وهي المضاربة أو نوع من المضاربة، وذكرناها فيما مضى، وغير ذلك مما ألحقوه، وقالوا أنه على خلاف القياس. طبعا المضاربة ربما يعني كونها مخالفة لل يعني للقياس، لأن المضاربة في الغالب أنها إلى غير أجل، ما في أجل محدد، ليس ثمة أجل محدد، فلذلك قالوا أو ذهب من ذهب إلى أنها يعني أنها من أن القياس لا يجيزها. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا أبدوا معنى يقتضي التخصيص مثل الحاجة قيل هذا يقول به جميع الأمة، بل جميع علماء السنة، مثل إباحة الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض قاعدا للحاجة ونحو ذلك، وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنى يوجب الفرق. طيب بارك الله فيك. تنبيه مهم أورده الشيخ في هذا المقام، قال تنبه، ترى التخصيص ها هنا لا يقولن أحد أن والله الحاجة أو الضرورة، لأن قاعدة الضرورة هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم قاطبة، ما في أحد أنكرها، لكن التخصيص ها هنا كان لعلة، لسبب غير الحاجة والضرورة، فلذلك قال لكن إذا أبدوا معنى يقتضي التخصيص مثل الحاجة، يقول والله ترى احنا خصصناها للضرورة لكونها ضرورة أو لكونها حاجة، يقال له أو قيل هذا يقول به جميع الأمة، ما في خلاف أن الضرورات، وهي قاعدة شرعية، الضرورات تبيح المحظورات لا إشكال فيها، بل جميع علماء السنة مثل إباحة الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض قاعدا للحاجة ونحو ذلك، بمعنى أن المخصصة هنا ليست الحاجة أو الضرورة، وليس هذا موضع النزاع، موضع النزاع ليس في تخصيص
لحاجة أو ضرورة فإن هذا الأصل أو هذا التخصيص متفق عليه بين الأمة جميعا. ويعني حتى قوله بل جميع علماء السنة ما تبين لي يعني وجه تخصيصه، لأنه ذكر الخاص بعد العام، قال جميع الأمة يقول به جميع الأمة بل جميع علماء السنة، إلا أن يكونها انقلب عليه رحمه الله تعالى. لو قال يقول به جميع علماء السنة بل جميع الأمة من أهل السنة وغير أهل السنة ربما استقام الكلام، لكن ها هنا أشكل عليه، فربما يكون سبق قلم من الشيخ، لأن الترتيب المنطقي أن يذكر الخاص ثم العام. أقول لك ترى هذا القول قال به علماء السنة بل جميع علماء الأمة من السنة وغيرهم، بمعنى ما خالف فيه أحد، هذا السياق الذي الصواب الذي يقتضيه المقام، لكن الشيخ هنا انقلب عليه، أو يكون للشيخ ما يعني أراد معنى آخر خفي علينا، الله أعلم. وإذا تنبهت بارك الله فيك إلى 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 علة إلى علة في ذكره هذا لعلك تنبهني بارك الله فيك، لكنه تنبيه مهم، تنبيه مهم. قال وإنما يتنازعون، موضع النزاع موضع الخلاف إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنى يوجب الفرق، لأن من شرط القياس أن يكون مضطردا منعكسا، أنت لابد أن تقول لي فرق، لما استثنيت هذا من القياس من هذا القياس؟ تقول والله أنا أستثني مثلا الشهادة الكافر أو شهادة أهل الكتاب في السفر، طيب ليه فرقت بين السفر وبين الحضر؟ وفي الحضر ما يجوز البتة، لابد أن تبدي معنى فارقا، ما تقول الضرورة والحاجة، أقول لك الضرورة والحاجة هذه قاعدة متفق عليها، لكن ها هنا في هذه التخصيصات وأمثالها صحيح بعضهم ربما يردفها يقول والضرورة تقتضي ذلك، إذا أردفها من قبيل البيان من قبيل زيادة بيان فلا بأس، لكن المسألة التي نحن بصددها لا بد وأن يكون التخصيص أن يكون التخصيص لعلة، لا بد أن يكون ثمة فرق بين هذا وبين هذا هو الذي أوجب أن تستثني هذا من مجموع أو من صور القياس. نعم. ولهذا فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة كما ذكر ذلك أبو الحسين البصري والرازي وغيرهما وكذلك هو، فإن غاية الاستحسان الذي يقال فيه إنه يخالف القياس حقيقة تخصيص العلة. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة، وعن أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيصها كالمشهور عنهما في منع الاستحسان وإجازته. بارك الله، قفل هنا جزاك الله خير. لعلي أشير يا أخوان المشايخ، طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يلهج بقضية يعني حين يقال هذه مخالفة للقياس، لا سيما إذا وردت يعني في 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 نصوص الشريعة، فله قاعدة طيبة جامعة يعني أذكرها من باب الفائدة، وإذا مد الله تعالى في العمر وبارك في الأعمار والوقت لعلنا يعني إذا سنحت لنا الفرصة أن نقرأ كذلك الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في بطلب من تلميذه ابن القيم، في أنه ولا يحضرني اسم الرسالة، أنه ليس قال بعد تدبر الشريعة قال ما وجدت قياسا صحيحا يخالف نصا صريحا أبدا، كل قياس يقال، فإذا وجدت تناقضا أو مخالفة بين قياس ونص الخلل لا بد أن يكون إما في النص أن يكون ضعيفا أو نحوي، أو أن يكون القياس فيه خلل أن لا يكون القياس صحيحا. لكنه يقول هي قاعدة طيبة أذكرها من باب الفائدة في مسألة مخالفة القياس، قال إن أراد هؤلاء أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجب أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس بمثلها فقد صدق، وهذا هو مقتضى القياس، أيضا هذا يسمى قياس. قال لكن إن أرادوا أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين
فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء. يعني بمعنى حتى صاحب العلم ما يقع في هذا، هذا ما لا نشك أن هذا لا يقع من الأنبياء، لكن مثل هذا ينزه أن يقع فيه من دون الأنبياء من العلماء، بأن يقال والله هؤلاء هاتان الصورتان متماثلتين، فجاءت الشريعة فأعطتهما حكما مختلف. قال ما يصير، فإن الشريعة ما جاءت بذلك، الشريعة ما جاءت بذلك. ذكرنا هذا يعني من قبيل الفائدة. بعد أن نقل وأشبع رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء، يعني أشبع هذه المسألة تمثيلا بالنقول عن الإمام أحمد وبالنقول عن كبار أصحابه وبما أورده رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ولا أدري أظنها يعني زادت عن عشر مسائل فقهية. جاء موضع التقرير، وهنا حميت المسألة هنا حميت. قال ولهذا فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة، فسر غير واحد بمعنى ما ذكره القاضي أبو يعلى أو ما نقله قبل قليل أنه على وفق تفسير الحنفية، أنه تقديم أقوى الدليلين أو تقديم الحديث أو الأثر على ليس بمرضي عند الشيخ هاهنا. قال ولهذا فسر غير واحد الاستحسان أنه من قبيل تخصيص العلة. ذكرنا سابقا تخصيص العلة ولعلي أذكرها الآن يعني من باب التذكير. قلنا يا أحبابنا أن العلة أو ما يسمى بتخصيص العلة هو فرع عن تخصيص العموم والعموم اللفظي وتخصيصه، لكنها تختلف في الحكم. العلة من شروطها والتي يذكرها أهل الأصول في مسالك العلة لا بد أن تكون مضطردة، بمعنى استنبطت هذه العلة، قلت العلة كذا، من شرطها أنه كلما وجدت هذه العلة وجد الحكم معها، كلما وجدت العلة وجد الحكم معها. فإذا جاءت نصوص خصصت هذه العلة فيها تفصيل سيورده الشيخ بعد قليل، فتسمى حينئذ إما أن يكون المخصص أثرا، أو أن يكون المخصص نصا، أو أن يكون المخصص قياسا آخر أو نحوه، فهو من قبيل. بمعنى أنا آخذ هذه الصورة من صور العلل فأخصها وأستثنيها من هذا الحكم. وللشيخ ولعلي نقلت أيضا تذكرت الآن يعني تعريف لتخصيص العلة ذكره القرافي لا بأس بذكره، وهو تعريف طيب وواضح. قال تخصيص العلة هو وجود العلة في صورة أو أكثر بدون حكمها. عبارة لطيفة، قال أن توجد العلة في صورة أو عدة صور لكن الحكم لا يكون معها، فحينئذ نسميها تخصيص العلة. وتخصيص العلة فيها من الإشكال ما فيها، يعني مسألة عويصة من عويص المسائل، لأنه هل يلزم من تخصيص العلة نقضها؟ لأنهم يذكرون أيضا في باب القياس في باب نواقض العلة، بعضهم يقولون أن تخصيص العلة يعد من نواقض العلة فيبطلها خلاص. يعني إذا وجدنا صورة أو بعض الصور قد خصت نقول والله ترى هذه علتك فاسدة، لأن لو كانت علة صحيحة لطردت، لوجدنا كلما وجدت العلة وجدنا الحكم، لكنها إذا استثنت. وبعضهم يفصل كما سيأتي. قال ولهذا فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة كما ذكر أبو الحسين البصري والرازي. فضيلة المحقق ها هنا يعني ذكر أن الرازي هو أبو بكر الجصاص، وهذا بعيد جدا
أن يكون المراد هاهنا أبو بكر الجصاص لاعتبارات. أولاً الرازي إذا أطلق فإن المقصود به فخر الدين الرازي صاحب المحصول، هذه من غير مواربة، هذه أولاً. وإذا ذكر رازي آخر يقيد الرازي الحنفي أو نحوه، لكن الرازي إذا أطلق هذه أولاً. ثانياً أن الشيخ هنا في مقام البيان على أن هذه هذا الاستحسان أو هذه التخصيصات السابقة التي سميت استحساناً هي من قبيل تخصيص العلة، فهو في مقام الاستدلال وبيان أن هذا قول طائفة من أهل العلم، والذي يستشهد به من له أثر عند الأصوليين قاطبة وهو فخر الدين الرازي على ما فيه، على ما قيل وعلى ما نقل عنه، لكنه في نهاية المطاف يعني له مقام عند أصحابه وعند أربابه بل عند الأصوليين كافة. فلذلك المقام ما نستطيع أن نقول ترى قصد به أبو بكر الرازي الحنفي يعني أثره أو أقواله معدودة في داخل مذهبه، لكن الرازي الشافعي يعني أقواله منقولة ومؤثرة عند الجمهور كافة، فلذلك بعيد أن يراد به هاهنا الرازي الحنفي. ثم ثالثا أيضا أنه عطفه على أبي الحسين البصري، ومن المعلوم أن فخر الدين الرازي صاحب المحصول هو يعد من تلاميذ أبي الحسين البصري، ممن أخذ عنه، ولا أقصد التلميذ بمعنى أخذ عنه مشافة، لكن تأثر به وأخذ عنه. فلذلك إذا عطف الرازي على أبي الحسين البصري فلا يراد به إلا الرازي الشافعي لا غير. فقوله ثم أيضا لو رجعت إلى المحصول لوجدت أن فخر الدين صاحب المحصول انتصر أيضا إلى القول بتخصيص العلة وذكر أدلة فيها. لحظة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، لاحظ كلمة الشيخ قال وكذلك هو، ها؟ أي قال فسر أهل العلم غير واحد أن الاستحسان هو تخصيص العلة عن أبي الحسين البصري والرازي وغيرهما، ثم أكده، وهذا مذهبه، خلاص عرفنا، قال وكذلك هو، نعم هذا هو الاستحسان هو تخصيص العلة، لكن الشيخ ما سار يعني في مسألة تخصيص العلة على إطلاقها، سيأتي له تفصيل. ثم زادها توضيحا رحمه الله قال فإن غاية الاستحسان الذي يقال فيه إنه يخالف القياس حقيقة هو تخصيص العلة، غاية الاستحسان. وإذا تتبعت لذلك أشبع الشيخ هنا النقول، قال غاية الاستحسان من هذه النقول الكثيرة أنها تخصيص العلة، لو تأملتها كلها فيها تخصيص للعلة. ثم أخذ في سرد مذاهب أهل العلم، قال والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة، وعن أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيصها كالمشهور عنهما في منع الاستحسان وإجازته، ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة، لأنه ذكرنا أن تخصيص العلة أيضا يخرج على قاعدة أخرى وهو نواقض العلة، هل هو ناقض للعلة؟ حتى أن بعض العلم يقولون ناقض العلة أو نقض العلة هذا من أشكل مسائل الأصول لصلتها بتخصيص العلة. قال ولذلك اختلفت الروايات في مذهب الشافعي ومالك وأحمد، نعم. ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة كما في مذهب مالك وأحمد. ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة، وقد ذكر أبو إسحاق بن شاقلة عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة وجهين، ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد والقاضي أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل، ويمنعون تخصيص العلة مع قولهم بالاستحسان، وكذلك أصحاب مالك. طيب، بارك الله فيك. قال ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة
جواز تخصيص العلة. قال: ما في خلاف بين الأئمة الأربعة، إذا اختلف أصحاب فهذا أمر آخر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضع من مواضع هذه الرسالة توجيه الشيخ يعني لهذا الكلام لمن قال أو نسب القول بتخصيص العلة للأئمة الأربعة. وقد ذكر أبو إسحاق ابن شاقلة عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة وجهين، وقلنا أن الوجهان غير الروايتين، ها؟ الوجهان، الوجه بمعنى ما يخرج على أصول المذهب أو على قواعد المذهب بخلاف الرواية. الرواية هي التي يحكيها بلسانه صاحب المذهب، نقول رواية الإمام أحمد بمعنى رواها وذكرها ونقلت عنه. أما الوجه فنقول في المذهب وجهان، بمعنى أن أصحاب كبار الأصحاب أصحاب المذهب خرجوا على بعض أقواله هذا. قال: وجهين في المذهب. قال: ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. تلاحظوا الآن مسألة، خلاص مسألة الاستحسان والروايات فيها انتهينا منها، انتقلنا الآن إلى مسألة تخصيص العلة. أيضا ذكر فيها وجهان عن الإمام أحمد وروايتين أيضا عن الإمام أحمد، وهذا يبين لك شدة لبس هذه القاعدة، قاعدة الاستحسان، شدة لبسها وبعد غورها، وكذلك شدة إشكالها، وربما يبين أن الأولى أو الصواب أن يضاف في عنوان الرسالة أو عنوان الكتاب قاعدة في الاستحسان وتخصيص العلة، لأن الكلام ليس في الاستحسان فقط، بل في الاستحسان وتخصيص العلة، فضلا عما بدأ به الشيخ تقي الدين في أول كتاب، قال: هذا رسالة في الاستحسان وتخصيص العلة. طيب، قال: والقاضي أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة. إشكال آخر ولا لا؟ إشكال آخر. طب بمعنى أن الاستحسان الذي مال إليه الشيخ أبو يعلى، القاضي أبو يعلى قال: هو تقديم دليل على دليل، تقديم أثر أو ترجيح أقوى الدليلين، لكن لما جاء إلى تخصيص العلة قال: أبدا، تخصيص العلة لا يجوز، مع قولهم بالاستحسان، وكذلك أصحاب مالك. طيب، تلميذ القاضي أبي يعلى، نعم. وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلة موافقة لأصحاب أبي حنيفة، فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم، وكذلك يجوزون تخصيصها بمجرد وهؤلاء يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص، لأنه عبارة يعني أظن هي نفس النسخة. وهؤلاء لا يجوزون ولا يجوزون اللي عنده لا يجوزون من؟ أنتوا طبعا أغلبها مصورة، ما عنده أحد كتاب مطبوع، كلها مصورات، إذن صورت عن نسخة أخرى، يعني عن طبعة أخرى. وترى هذه مربكة، يعني مربكة للقارئ ومربكة أيضا لطالب العلم. لكن على كل حال أنا في عندي: وهؤلاء لا يجوزون تخصيصها بمجرد دليل على التخصيص، وإن لم يبين اختصاص صورة النقل. واستقام الكلام عندي أنا حقيقة يعني في هذا، لكن إذا صح هذا، ما في أحد الإخوان عنده نسخة مطبوعة يا أحبة؟ احنا لا بأس، ترى هي قراءة واستفادة وكذلك تصحيح للنسخة، ما في إنسان معصوم، ترى ما في محقق يكون معصوما، لا ليس ثمة محقق معصوم. فلذلك في قراءتنا لا بأس أن نستدرك على المحقق في بعض الأمور إذا كان هناك حرف. لكن على كل حال خلينا نشوف روايتكم، طبعتكم وطبعتي، ثم نحن والله على كل طيب جزاك الله، يعني إذا في متسع الوقت لا بأس. طيب، اقرأ، كمل القراءة ثم نرى يعني الفرقة.
وهؤلاء يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص، وإن لم يبين اختصاص صورة النقد فقدان شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان كما ذكره في الأمثلة. لأن أنا لا يعني لا يجوزون يعني وجهت على توجيه ها، وهؤلاء يجوزونها بمجرد دليل، لا يعني حتى لو بدليل يدل على التخصيص ممكن، لكن على كل حال شوفوا أنتم يعني طبعتي، ثم يعني إذا ما ما ما, ما جازت لكم يعني ردوها علي. قال: وأما أبو الخطاب، ها هنا أبو الخطاب تلميذ القاضي أبي يعلى، بمعنى أخذ منه مباشرة، أخذ منه مباشرة، لذلك يذكره: قال شيخي، قال شيخنا، وينقل عنه. فخالف شيخه في هذا المقام فقال بتخصيص العلة، بل سيأتي بعد قليل أنه استغرب من شيخه، ما يستقيم الكلام يعني أن تقول كل هذه المسائل التي نقلت في الاستحسان ثم لا تقول بتخصيص العلة، وإن كان القاضي أبو يعلى له توجيه. قال: موافقة لأصحاب أبي حنيفة، أو أكثر أو كثير من أصحاب أبي حنيفة قالوا بتخصيصه، قالوا: فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء الذين أجازوا لا يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص، وإن لم يبين اختصاص صورة النقض فقدان شرط أو وجود مانع. بمعنى إيش الفرق يعني بين من قال بتقديم الأثر على القياس وبتقديم أقوى الدليلين، ومن قال بتخصيص العلة؟ الأولون يخصصونه بمجرد الدليل، خلاص إذا جاء دليل خصصوه به، أقوى الدليل خصصوه به، سواء في فرق، ما ينظرون إلى العلة هل هناك فرق بين صورة التخصيص وبين ما خصص عنه. لكن أصحاب من قال أنها من تخصيص العلة، لذلك الخلاف خلاف معنوي، هؤلاء الذين يقولون بتخصيص العلة ما يخصصون هكذا إطلاقا، يقول لا، التخصيص لا بد وأن يبين الفرق. فقالوا: هؤلاء لا يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص، يعني من قال بتخصيص العلة، وإن لم يبين اختصاص صورة النقض فقدان شرط أو وجود مانع. يعني هؤلاء لا يكتفون بذلك، بل لا بد وأن ينظروا إلى الفرق بين ما خصص من أصل ما هذه الصورة التي خصت من أصل القياس، وهل هناك فرق اقتضى التخصيص أم لا، بخلاف الأولون. الفريق الأول خاص مجرد ما يأتي نص يخصص خصصوه به، وبمجرد أن يأتي دليل أقوى قياس أقوى خصصوه به. لكن هذا الفريق الذين قالوا بتخصيص العلة اشترطوا هذا الشرط، لا يجوزون بمجرد الدليل، بل لا بد من اختصاص صورة النقض هذا التي خصت، هل فقدت شرطا أو وجد فيها مانع ونحوه. فاستقام عندي الكلام، لكن أيضا تحتاج إلى تأمل. إذا ثبت يعني في أن هذه اللفظة، لأنه حرف واحد يغير المعنى تماما، فعلى كل حال تحتاج إلى شيء من التحرير. قال: وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان كما ذكره في الأمثلة. نعم. وهؤلاء يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص، وإن لم يبين اختصاص صورة النقض فقدان شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان كما ذكره في الأمثلة. طيب شوفوا، أنا ربما يستقيم الكلام إذا كان المراد به القاضي أبا يعلى وأصحابه، يعني بمعنى هؤلاء المذكورون آنفا، لأنه عطف قال: وهذا حقيقة ما ذكره القاضي. هؤلاء يجوزون تخصيصها بمجرد دليل يدل على التخصيص،
وإن لم يتبين لهم اختصاص صورة النقد التي خصت بفقدان شرط أو وجود مانع. يعني الدليل بمجرد الدليل يخصصون به، لكن ما ينظرون إلى العلة أو إلى موضع النقض أو هل وجد أو هل فقد شرط أو وجد مانع. ربما أيضا يستقيم إذا أراد به الشيخ تقي الدين أراد به الفريق الأول، يعني القاضي أبو يعلى وأصحابه. لكن في كل الأحوال حرف لام أربكني. كمل الشيخ جزاك الله خير. ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومنع تخصيص العلة فرقوا بينهما فقالوا، واللفظ للقاضي، لا يجوز تخصيص العلة الشرعية وتخصيصها نقضها. قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ. طيب، هذا إشكال أراد القاضي أبو يعلى أن يجيب عنه. طيب أنت تقول والله ما يعني تخصيص العلة لا يجوز والاستحسان يجوز، ثم لما نظرنا إلى هذه الأمثلة ظاهرها أنها بينها وبين تخصيص العلة شبه، لذلك أورد على القاضي لابد أن تبين لنا الفرق. أنت تقول والله الاستحسان غير تخصيص العلة وبينهما هذا الشبه الشديد، فلذلك أورد القاضي في العدة هذا التفريق. قال الشيخ تقي الدين: ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومنع تخصيص العلة فرقوا بينهما فقالوا، واللفظ للقاضي، لا يجوز تخصيص العلة الشرعية وتخصيصها نقضها. هذه قاعدة أخرى، يعني بمعنى من إذا قلت بتخصيص العلة لزم من ذلك أن تنقض، ونقضها معناه تبطل من أسها من أساسها، ما تبقى صحيحة. لذلك عند القاضي أبو يعلى قال: تخصيص العلة عندي، ومن يقول بقولي تخصيص العلة عندي ترى معناها النقض وإن تخلف في صورة واحدة. طيب إيش الفرق بين هذه المسائل، بين الاستحسان الذي ذكرته وتخصيص العلة؟ قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله طردا، بمعنى الطرد. القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، لا بد من عموم العلة، لا بد وأن تكون العلة مضطردة، والكلام للإمام أحمد. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ. فإذا خص نقول والله هذه علة مضطردة، لكننا والله استثنينا هذه الصورة وهذه الصورة. يقول الإمام: إذا أشبهها في حال ولم يشبهها في حال، معنى ذلك العلة فيها خلل وهذا خطأ. نعم. قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. قال: وقد ذكر أبو إسحاق، يعني ابن شاقلة، في شرح الخرقي، فقال أصحابنا على وجهين: منهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذاك. وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخرزي في جزء فيه مسائل من الأصول لا يجوز تخصيصها. نعم. ثم أخذ القاضي أبو يعلى، لأن الشيخ يعني يميز، قال بمعنى الكلام. فإذا وقف أو توقف عن قول قال معنى أن الكلام للشيخ. قال: وهذا الكلام وإن لم يكن نصا، لكن يفهم منه أن الإمام أحمد يمنع من تخصيصها، يعني العلة لابد أن تكون مضطردة، لكن أن توجد في حال دون حال، قال الإمام أحمد هذا خطأ. قال القاضي أبو يعلى: وقد ذكر أبو إسحاق، يعني ابن شاقلة، في شرح الخراقي، فقال أصحابنا على وجهين، ما في نص للإمام أحمد لكنها وجوه في المذهب: منهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك. الإخوة الذين لهم يعني عناية بالأبحاث، أو طلاب الماجستير والدكتوراه ونحوها، هذه من أميز المسائل. أنا والله ما كنت
ما كنت محيطا بها حتى يعني قرأت هذه الرسالة المباركة، لكن هذه المسألة على وجه التحديد مسألة تحتاج إلى عناية وإلى جمع وإلى تحرير، فربما صلحت أن تكون رسالة ماجستير أو رسالة دكتور أو حتى رسالة ترقية يعني يعني للإخوة الزملاء في الجامعة. نعم، قال منهم من يرى تخصيص العلة ومنهم من لا يرى، يعني حسبك يعني هذا الخلاف، لأن المسألة يا أحبابنا المسألة كلما تشعبت وكثر الخلاف فيها كلما كانت مظنة المادة العلمية، هذه خذها قاعدة لمن يبحث عن مواضيع، كلما كانت المسألة ذات شعب وخلاف وأقوال وتوجيه ونحوها فاعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. قال وقال وقد ذكرها أبو الحسن الخرزي في جزء فيه مسائل من أصول، قال لا يجوز تخصيصها. نعم، قال وقول أحمد القياس كان يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد لأنه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص العلة، فإنها في حكم خاص، وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر. ها هنا ولعلنا يعني نذكر فرقا وإن كان من مشكلات الفروق حقيقة ذكرها الطوفي، يعني بين ما يسمى بالقياس وقياس الأصول، القياس وقياس الأصول، يذكرونه ويقولون هذا الخبر مخالف للقياس، أو يقولون هذا الخبر مخالف لقياس الأصول. القياس هو القياس الشرعي المعروف، يعني الأصل وفرع وعلة، لكن قياس الأصول قالوا هي القواعد العامة، سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الصحابة، فإذا قيل الخبر إذا خالف قياس الأصول قصد به مخالفة الكتاب، نصوص الكتاب، قواعد نصوص الكتاب أو قواعد نصوص السنة أو نحوها، بخلاف القياس الخاص. فأراد الشيخ القاضي أبو يعلى ها هنا أن يفرق، قال ترى المسائل التي نقلناها في الاستحسان هي غير تخصيص العلة، تخصيص العلة إذا جاء تخصيص العلة إذا جاء في قياس خاص، أما ما نقلناه عن الإمام أحمد فإنه تقديم للنص على قياس الأصول، وبين قياس الأصول والقياس فرق، يسلم له ما سلم له الشيخ، حتى تلميذه أبو الخطاب ما سلم له، لكن في كل الأحوال هذا توجيهه. قال وقال القاضي أبو يعلى وقول أحمد القياس كان يقتضي ألا يجوز شراء أرض السواد لأنه لا يجوز بيعها، وهذه ذكرناها لأنها أرض وقف أو شبهت بالوقف. قال القاضي هذا ليس بموجب لتخصيص العلة هي وأمثالها، ما نقول الإمام أحمد خصص العلة، يعني أنت تقول يجوز بيعها لا يكون، لكن لا يجوز شراؤها لكن لا يجوز بيعها، إذن هذا تخصيص. قال هذا لا يلزم منه تخصيص العلة، فإنها في حكم خاص، وما ذكر عن أحمد وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر، وقد يترك قياس الأصول للخبر سواء كان نصا أو خبر أحادي. نعم، ولذلك أجاب من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال فإن قيل أليس قد قال أحمد في رواية المروذي وقد قيل كيف تشترى ممن لا يملك، فقال القياس كما تقول وإنما هو استحسان، واحتج بقول الصحابة في المصاحف، ثم قال في الجواب قيل تخصيص العلة ما يمنع من جريها في حكم خاص، وما ذكره أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول، ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيص بدليل، وقد ناقضه
أبو يعلى. صحيح. وما تبين لي حقيقة يعني في 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 كلام الشيخ، لأنه حتى الشيخ القاضي أبو يعلى، لأنك حتى لو رجعت إلى كتب الأصول يعني في مخالفة الخبر للقياس أو قياس الأصول، ما يعني يريدونها موردا واحدا، لكن أحيانا يعني الاستباق أو التمذهب بشيء يحملك على بعض التكلفات. فها هنا أراد أن يبين أن هذا التخصيص غير هذا التخصيص، هذا التخصيص تخصيص التخصيص من قياس الأصول غير التخصيص من قياس العلة، فقال: ولذلك أجاب من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال: فإن قيل أليس قد قال أحمد في رواية المروذي وقد قيل كيف تشترى ممن لا يملك أرض السواد، كيف نشتريها وهو لا يملكها؟ فقال: القياس كما تقول، وإنما هو استحسان. وقلنا أن الاستحسان أن الصحابة كانوا يبيعون المصاحف ولا يشترون المصاحف ولا ويكرهون بيعها، فقاس هذه على هذه، واحتج بقول الصحابة في المصاحف، وهذا يدل، قالوا: وهذا يدل على تخصيص العلة. هذا تتمة كلام القاضي أبي يعلى، نقلته أنا. والجواب، أي جواب القاضي أبي يعلى على من جعل هذا من قبيل تخصيص العلة، أي من جعل مسألة الإمام أحمد في شراء أرض السواد أنها من قبيل تخصيص العلة، قال في الجواب أي القاضي أبو يعلى: قيل تخصيص العلة ما يمنع جريها في حكم خاص، وما ذكره أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول. قال: هذا حكم خاص، قياس خاص، لكن الإمام أحمد ما نقل عنه إنما هو كان اعتراض النص على قياس الأصول. ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيص بدليل، لأن الاستحسان عندهم إما أن يكون عن قياس، إما أن يترك عن قياس وعن غير قياس. قال: فامتنع أن يكون معناه تخصيص بدليل، وقد ناقضه أبو الخطاب. مجمل الكلام أو ملخص الكلام ما أراده، ما تبين لي حقيقة يعني الفرق يعني بين أن يقال هذا تخصيص، وألزمه الشيخ ابن تيمية، ألزمه بذلك، قال: أنت يعني في حقيقة كلامك تقر بتخصيص العلة سواء سميتها يعني قياسا خاصا أو قياس الأصول. على كل حال، إذا رجعت إلى كتب الأصول في تخصيص أو في تقديم خبر أو في مخالفة خبر الواحد للقياس أو قياس الأصول، ما يفرقون بينها، وكأنهم يجعلون القياس الخاص أو قياس الأصول بمعنى واحد، ما أعرف أنهم يفرقون. لذلك يقولون: يقدم خبر الواحد على القياس وعلى قياس الأصول، ما قيس على الأصول، فلا يفرقون بينها. لكن القاضي أرادها هنا، يقول: لا، ما ورد عن الإمام أحمد ليس من قبيل تخصيص العلة. ليه؟ قال: تخصيص العلة أن يكون في حكم خاص ويجري في حكم خاص وفي قياس خاص، لكن ما ورد عن الإمام أحمد إنما هو كان تقديم النص أو تقديم الأثر على قياس الأصول، وبين القياس الخاص وقياس الأصول فرق. هذا نقف على يعني على هذا النص، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.